البرلمان وافقوا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية. الرئيس السيسي يتابع الأداء الاقتصادي والمالي مع رئيس الوزراء ووزير المالية. وزير الصناعة والتموين يسلمان سيارات مبردة للشباب في إطار مشروعات توفير السلع الغذائية للمواطنين. نشرة السادسة مساء بتوقيت القاهرة من أونلايف، أهلا بكم مشاهدينا وإلى تفاصيل النشرة. وافق مجلس النواب في جلسته العامة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية، وجاءت الموافقة بالوقوف. وطلب الدكتور علي عبد العال تلاوة الاتفاقية قبل التصويت عليها. كان النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية قد أعلن موافقته في مستهل الجلسة على الاتفاقية. وقبيل الجلسة أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي موافقتها بأغلبية كبيرة على الاتفاقية، وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية عليها بأغلبية 34 عضوا. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل ووزير المالية عمرو الجرحي لمتابعة الأداء المالي والاقتصادي. كما تطرق الاجتماع إلى الموقف بالنسبة لعرض موازنة العام المالي الجديد 2017-2018 على مجلس النواب، وما تشمله من زيادة ملموسة في الاعتمادات المالية المخصصة لشبكات وبرامج الحماية الاجتماعية. أكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في المتابعة الدورية لمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية وتقييم إجراءات الإصلاح الاقتصادي بشكل دوري، فضلا عن متابعة جهود تخفيض العجز في الموازنة والدين العام بما يساهم في معالجة التحديات القائمة والتغلب عليها من أجل توفير واقع أفضل للمواطنين. أكد رئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تطوير العلاقات مع العراق في مختلف المجالات ومساندة الجهود الرامية لاستعادة أمنه واستقراره. وخلال لقائه نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، شدد السيسي على دعم القاهرة لبغداد في جهود مكافحة الإرهاب وحرصها على وحدة العراق ورفض محاولة التدخل في شؤونه الداخلية. من جانبه أعرب علاوي عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للعراق، وأكد محورية دورها باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار في العالم العربي. هذا وأعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق بين البلدين والعمل على تطوير العلاقات الثنائية والاستفادة من الخبرة المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات وإعادة إعمار المناطق المتضررة نتيجة الحرب على داعش. نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد من أنباء تفيد بوجود زيادة في أسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، موضحا أن معدلات صرف السلع التموينية للبقالين تسير وفق البرامج المحددة. كما نفى مركز المعلومات أيضا الأنباء التي تفيد بطرح وزارة التموين رغيف خبز سياحي بسعر جنيه واحد للرغيف. كما نفى المركز أيضا المعلومات التي رصدت على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن قروض بنك مصر للمشروعات الصغيرة، نافيا ما أثير حول حصول المتعامل على 40,000 جنيه فقط من قيمة قرض 50,000 جنيه. كما نفى أي مطالب من البنك حول ضرورة تسديده لهذا القرض بإجمالي مبلغ 90,000 جنيه في نهاية الفترة المستحقة. كما نفى ما أثير حول دعوة شخصيات في الأراضي المحتلة شيخ الأزهر لزيارة تل أبيب، ونفى قيام وزارة التعليم العالي بزيادة رسوم اختبارات القدرات للكليات. هذا وجدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء دعوته للمواطنين بضرورة تحديث بيانات بطاقات التموين الخاصة بهم، مشددا على أن تحديث البيانات التموينية ليس له علاقة بصرف مخصصات التموين لشهر رمضان. أوضح مركز المعلومات أن الموقع الإلكتروني لتحديث بيانات البطاقات التموينية هو tamwin.com.eg. قالت وزارة التجارة والصناعة إنها سلمت مع وزارة التموين 18 سيارة مبردة حمولة 5 أطنان للشباب اليوم. أضافت الوزارة أن هذه السيارات ضمن مشروع تمويل السيارات المبردة الذي يستهدف توزيع 200 سيارة نقل مبردة حمولة 5 أطنان في 12 محافظة. وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل إن توفير السلع الغذائية للمواطنين في كافة المحافظات بجودة عالية ولأسعار مناسبة هو هدف رئيس تسعى الحكومة لتحقيقه خلال المرحلة الحالية.
كما أكد وزير التموين علي المصلحي أن تسليم الدفعة الأولى من العربات المبردة يمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ استراتيجية الوزارة والهادفة إلى توفير السلع الغذائية لكل فئات الشعب وبصفة خاصة في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا. قال وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا المشروع يعتبر مثالا يحتذى به لباقي المبادرات. أنا بقول لمصر وخاصة الشباب اللي هم انتظر كتير، ولكن الانتظار كان أهميته أن احنا نضع القواعد الأساسية لإنجاح مثل هذا المشروع. هذا المشروع زي ما أنا ووزير الصناعة تكلمنا، هو مشروع يعتبر نقطة بداية لدعم المبادرات الفردية من الشباب، وإثبات أن التعاون ما بين الجهات الحكومية وصندوق تحيا مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يعتبر مثال يحتذى به، ليس في هذه المبادرة ولكن في مبادرات أخرى. فالنهاردة تم توقيع عقود، يعني معنى صح الشركات أنشئت وتم مراجعة أصحابها وتم عمل التمويل المالي وتم ترخيص العربية، وأهم من ده ومن ده تم عمل العقد الاتفاق ما بين صندوق تحيا مصر والشركة القابضة للصناعات الغذائية. أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أن الوزارة تدعم وتشجع فكرة وثقافة العمل الحر بين الشباب باعتبار أحد المحاور الرئيسة لاستراتيجية الوزارة حتى عام 2020، كما عبر عن سعادته بالتعاون الحكومي والتعاون بين الهيئات من أجل إتمام هذا المشروع. الحقيقة أنا سعيد جدا بهذا المشروع لأسباب كثيرة. أولا التعاون الحكومي والتعاون ما بين الهيئات، ما بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق تحيا مصر، لأن احنا نقدر نخرج مشروع جميل بهذا الشكل. المشروع يمكن هيبدأ بحوالي 200 سيارة وقابل للزيادة. برضو سعيد أنه أغلب هذه السيارات خارج القاهرة، الغالبية العظمى هتبقى في المحافظات اللي احنا فعلا محتاجين فيها منافذ اكثر ووصول للمستهلك النهائي بشكل افضل. الشق الثالث لو احنا بنتكلم على الاسعار، ده جزء من ازاي نسيطر على الاسعار. ومن جانبها قالت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع إن احتفالية اليوم جاءت نتيجة تعاون مشترك بين الجهاز وصندوق تحيا مصر ووزارة التموين من أجل توفير سيارات نقل مبردة للشباب. مشروع النهاردة بيأتي احتفالية لتسليم سيارات النقل المبرد حمولة 5 طن. احنا احتفالية النهاردة دي نتيجة تعاون مشترك ما بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لو حل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق تحيا مصر ووزارة التموين. بنوفر عربيات نقل مبرد، تحيا مصر تم اتاحتها للشباب وفقا لمبادرة السيد الرئيس، حريصين ان احنا كان اللي يقوموا ليحصل على هذه السيارات ان هم يكونوا شركة 3 من الشباب. ما حبيناش ان هو يكون مشروع فردي علشان ندي عندهم نوع من التوعية ان هو يكون ده نواة لمشروع اكبر ان شاء الله فيما بعد. أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بحدود مصر. جاء ذلك خلال لقاء القائد العام بعدد من القادة والضباط والصف والجنود من رجال المنطقة الغربية العسكرية ومشاركاتهم تناول الإفطار. قام القائد العام بتكريم المتميزين من القادة والضباط والصف والجنود تقديرا لتفوقهم وتفانيهم في أداء مهامهم في الدفاع عن الوطن والوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة البدنية والقتالية. حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.
شهد محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد اليوم توقيع بروتوكول تعاون إنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل مشاريع الشباب وأصحاب المبادرات من رواد الأعمال. وأكد المحافظ أن مشروع شارع مصر سيعمل على نقل الشارع المصري من الوضع العشوائي الحالي إلى وضع متميز. الحقيقة القرية الإدارية كانت صاحبة التصور وصاحبة الفكرة في أن ده يكون في إطار مشروع حضاري بمسمى شارع مصر، يتجمع فيه الشباب بشكل حضاري متميز، وتتولى احدى الشركات المتخصصه المتميزه في مثل المشروعات انها توجد داخل هذا المكان الانشطه المناسبه للشباب، ليست فقط انشطه تجاريه لكن ايضا انشطه ثقافيه وانشطه روحيه، بحيث ان هذه الاماكن تبقى اماكن جاذبه وأماكن متحضرة تنقل الشارع المصري من وضع عشوائي موجود إلى وضع متميز بإذن الله. من جانبه أكد وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف على تشجيع الحكومة للقطاع الخاص ودعم مبادرات الشباب. جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الخاصة لرعاية مشروع شارع مصر. إدارة هذا المكان شراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص. إحنا بنشجع القطاع الخاص، حضرتك في حاجات الحكومة ما تقدرش تعملها وما تعرفش تعملها، فده مبادرة جيدة كويس هنسميها مبادرة تجريبية لتشجيع القطاع الخاص في هذا النموذج اللي هو نموذج شارع مصر، علشان يدلنا نماذج متميزة كويس تضيف حضارة للشارع وتشيل عشوائية من الشارع. فاحنا كلنا هنتابع هذا الموضوع سويا، حضراتكم الإعلام، احنا المجتمع، وان شاء الله المؤشرات بتقول ان شاء الله هيبقى نموذج ايه؟ نموذج جيد. اعلن رئيس عام امتحانات الثانوية العامة دكتور رضا حجازي ان كنترولات الثانوية العامة تبدا غدا في تصحيح العينة العشوائية لطلاب شعبة علم رياضة الذين ادوا الامتحان في مادة الجبر والهندسة الفراغية، مشيرا الى ان العمل داخل الكنترولات يسير بشكل منظم. واكد حجازي ان هناك تعليمات بشكل مستمر لمقدري الدرجات بضروره الدقه والتركيز اثناء تصحيح كراسات الامتحانات والالتزام بروح نموذج الاجابه. النشره ما زالت متواصله معكم وفيها بعد الفاصل. الجنائيه الدوليه تطالب باعتقال سيف الاسلام القذافي. بكم من جديد والاستكمال النشرة. دعت المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال سيف الإسلام القذافي أو تسليم نفسه، وذلك بعد 4 أيام على إطلاق جماعة مسلحة في غرب ليبيا سراحه منذ احتجازه عقب انتفاضة عام 2011 ضد والدي الراحل معمر القذافي. طالبت مدعية محكمة جرائم الحرب في بيان ليبيا ودول أخرى لاعتقال سيف الإسلام. وفقا لمحكمة جرائم الحرب فإن سيف الإسلام القذافي مطلوب لديها بتهم ارتكاب جرائم حرب بسبب ما زعم عن قمع المعارضة لصالح حكم والده معمر القذافي.